المجاعة خطر يحوم حول اليمنيين ومعاناة جديدة تهدد حياتهم. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أفاد بأن الإمدادات الغذائية تتدهور بسرعة وقد تدفع بالبلاد إلى المجاعة. وبحسب برنامج الأغذية فإن 10 من أصل 22 محافظة يمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي وتقف على بعد خطوة واحدة من المجاعة، كما أن نحو 14 مليونا ونصف المليون يمني من أصل 23 مليونا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم 7,600,000 شخص في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية عاجلة. وتؤثر أعمال العنف منذ بدء ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح انقلابها على الشرعية، وتعد سببا رئيسيا في اقتراب خطر المجاعة، كما أن الميليشيات منعت وصول المواد الغذائية والإغاثية إلى عدد كبير من مدن اليمن. اليمن واحد من أصعب الأماكن في العالم بالنسبة للعمل، هناك مخاوف أمنية واسعة وتصعيد في القتال والعنف في أنحاء البلاد. نحن نعمل على تحسين ما في متناول أيدينا والحصول على المزيد مستقبلا، لكن من الواضح أن نصف البلاد على بعد خطوة واحدة من المجاعة. نحن بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي وخاصة خلال الأشهر القادمة. داخل اليمن أكثر من 2,300,000 نازح يعانون من شح الغذاء ومياه الشرب وأماكن العيش الملائمة ومعظم متطلبات الحياة البسيطة. أوجه رسالة لفاعلين الخير أن ينظروا إلى الأسر هذا النازحة، أخوانهم هذم ما جايين من أماكن غير، هم يمنيين وهم نازحين ولازم ينظروا إليهم يعني ويقدروهم. وترتفع وتيرة تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والإنسانية من حصول كوارث إنسانية جديدة في اليمن، كما تزداد المطالبات بمزيد من المساعدات العاجلة. قاسم حميد، العربية.